بعد نداءات متكررة من الأهالي وموظفي شركة الخدمة والنظافة العامة فرع مدينة الخمس للجهات الحكومية والتي لم تستجب لندائهم، انطلق بمدينة الخمس حملة نظافة تطوعية تحت شعار كلنا شركاء في نظافة مدينتنا. شارك فيها أهالي وشباب المدينة بالتعاون مع شركة النظافة وبتضافر جهود الجميع. تسعى الحملة إلى إزالة المخلفات وتنظيف مكبات القمامة بكل شوارع المدينة التي عانت من انتشار القمامة بشكل كبير في شوارع المدينة، مما أدى إلى انتشار الأمراض والحشرات الضارة والتي تؤدي بضرر لصحة وسلامة المواطنين. ولا زالت أعمال الحملة مستمرة حتى استكمال تنظيف كافة شوارع المدينة في ظل غياب الحكومة والجهات المعنية. طبعا خلينا نتكلم عن المكب، المكب من اليمين ومن اليسار وفي وسط المكب ممتلئ للنهاية، يبي تفريغ. هذا بالنسبة للمكب، والناس اللي غادي يحكوا لكم عليه وحتشوفوا تصوير خاصة بالمكب كيف شكله وكيف المظهر اللي هو قاعد فيه توا، والأدخنة المتصاعدة شبه يومية. نجول نتكلموا على العمالة. العمالة طبعا عندنا عمالة ليبيين وعمالة اللي هم الأفارقة اللي هم السمر. طبعا الأفارقة السمر معاش فيه، قعدوا العمالة الليبيين ما يقارب 13 عامل أو 12 عامل. العامل الليبي يعني ما يغطيش العمالة هذه، وال 13 ما يغطوش الخمس بالكامل. فلذلك احنا محتاجين عمالة، والعمالة هذه بالتوظيف. يعني الأمر هذا إداري صرف، إداري مختص فيه الشركة، وشركة غير متواجدة بالخمس، متواجدة في مدينة ترهولة. يعني زي ما تعرف طبعا الملف بتاع شركة القمامة ملف يعني كبير هلبة، والناس ساعية فيه، أصحاب الاختصاص ساعيين فيه. من هنا لستة شهور بعون الله تعالى حينهون إن شاء الله بإذن الله.